السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد أوقاتكم بكل خير متابعين الكرام. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من قناة عبد الرحمن الخالدي على اليوتيوب، قناة متخصصة بالسيارات. يسعدني اشتراكك بالقناة طبعا إذا كنت من عشاق عالم السيارات. متابعين الكرام، هذه حلقة استثنائية لهذه السيارة الجميلة. طبعا هذه سيارة تويوتا لاند كروزر في اكس ار 2004 فل كامل، شريتها قبل 3 أسابيع وخفت بجنوط وما ادري ايش، لكن حولتها الى هدد. صراحه انا من عشاق شكل الهدد، والمشكله عندي من عشاق محرك الفكسار، احب محرك الفكسار، فقلبتها الى هدد من برا جكسار كانه، بس القلب قلب اسد فكسار. فمتابعين الكرام، طبعا هذه السياره اخذتها غير اوتوماتيك، اللي شاف في السلسله القديمه اللي سويتها فكسار 99 السنه الماضيه كان غير عادي في الكامل. مرة هذه اخذنا غير اوتوماتيك لبعض من الاسباب صراحة، مو والله انا يعني كان ودي بالاوتوماتيك، لا بعض الاسباب خلتني اخذ الغير اوتوماتيك. عموما خلينا منها، لكن عموما السيارة حلوة وجميلة، وحتى لو كانت غير اوتوماتيك يكفيك انها في 8 ثماني سندر. الحلقة هذه استثنائية، السيارة هذه في الكامل حتى فيها نظام الهيدروليك، بس اليوم خلاص قررت اني اشيل نظام الهيدروليك لاني بركب عليها مساعدات، فخلينا نودع مع بعض، خلينا نودع نظام الهيدروليك، نرفع السيارة ننزلها ونطيها الى اخره وبسم الله. عموما خلينا نودع الهيدروليك، يلا بسم الله. اعطيه نزول، شوفوا الحين بينزل من قدام، طبعا نزل من ورا، وهذه آخر سدحة طبعاً للموتر اللي هي أخفض شيء. الحين أعطيه دبل اثنين، ضغطتين فوق، ضغطتين فوق. الحين نرفع الموتر. صراحة ركب له مساعدات بروفندر غاز عند أحد المراكز المعتمدة، أنا من عشاق البروفندر. شوف قاعد يرفع من ورا بشويش، لاحظوا طبعا هذا وضع الهاي، فنبي نخلي الموتر على هذه الوقفة، بنروح لأحد مراكز المعتمد البروفندر ونركب له مساعدات غاز عشان صراحة السيارة تكون أكثر يعني كيف أكثر عضلات في البر وقت الأفرود، خاصة أن السيارة ماخذها صراحة للشتوية، فلازم السيارة تكون بإعدادات كاملة. ركبنا عليها البوالين، ركبنا عليها جنوط الحديد، طبعا هذا جنوط تجاري صراحة، ما حبيت أدوخ نفسي، فناس مدحت يعني أنا استخدامي خفيف مو باستخدام 24 ساعة. السيارة هذه تطلع تطعيس خفيفة خفيفتين، لكن ركبنا لها تجاري لأني أمانة كنت مستعجل وما لقيت شيء نظيف مستعمل، وكله محكحك ومضرب وملحم ومطعج. طيب هذا آخر ارتفاع، الهيدروليك نتحكم فيه دائما من هنا، تلاحظون طبعا شغال ما شاء الله تبارك الرحمن، لكن خلاص نبي نودعه ونركب مساعدات البروفندر عشان السيارة تكون عضلات اكثر. طبعا هذا الموتر ونش فتحه غير اوتوماتيك هيدروليك مقاعد جلد، بس انا لاغي الصف الثالث الاخير، لاغي لانه قرقع، يكون في قرقعه خاصه في البر فالغيته وخليته بهذا الشكل. عموما عرفتكم على السياره، السياره الحين اعلى ارتفاع، نبي ننتقل باذن الله تعالى الى مركز يركب مساعدات وبسم الله. وبسم الله ننتقل، نروح نركب السياره، نتوكل على الله ونروح الى هذا المركز الجميل. سبق اني سويت عليه طبعا او يعني زرنا المركز وركبنا له المساعدات المره هذه على الموتر هذا، مع انه بتعبهم لانه هيدروليك ففكته صعبه. وبسم الله طبعا باقي لي 8 دقائق ان شاء الله اوصلهم. حاليا على شارع اسطنبول، طبعا ما ادري ايش اسم الحي ذا، بس انه يقولوا لك كله سلي، بس وين ما ادري. المشكله جنوبا النسيم كله يسمونه سلي، عاد هي عده احياء. وبسم الله. وهذا اقتربنا من المكان، خلاص وصلنا ما شاء الله على طول، تعرف المركز كله جيوب قدامه. ادري جوجتي على اليسار، خلاص ما يحتاج.
وهذا هو المركز التعليق الصحراوي. طبعا نبي نشوف الشغل كيف ونصور كل شيء بإذن الله تعالى. بسم الله. وصلت إلى مركز التعليق الصحراوي، المركز اللي بركب له المساعدات طبعا الرياضية بروفندر، ما شاء الله هو موزع معتمد لشركة بروفندر الوكيل. يلا وبسم الله نبي ندخل الآن الشيخ للمركز. أمانة بيغلبنا شوي زي ما ذكرت عشان نظام الهيدروليك لأنه متعب جدا. بسم الله. طبعا الموتر يبي له جلي ما يحتاج، بس بعد يعني بعد ما نخلص كم حاجة بإذن الله. طبعا لازم نرش الموتر من تحت. طبعا هذا الموتر الشاص ما شاء الله يعطيه خير في شر لراعيه، هذا الشاص تقريبا مسوي باكج كامل عند مركز التعليق الصحراوي. فمعي الاخ احمد الله يعطيه العافيه من خلف الكاميرا بيتكلم عن الشغل اللي سواه الرجال الله يعطيه خير في شره. فنبدأ بسم الله. الأخ أحمد الله يعطيك العافية. جزاك الله بالخير. عندنا هذا الشخص نموذج لشغلنا، طبعا مركبين عليه مساعدات 2.5 نفس النوعية اللي راح تركب على موتر. حلو. طبعا نفس النظام قلنا المستويات 8 درجات والاسطوانة طاردة للحرارة بحيث يكون أداء الموتر ثابت. ركبنا له مساعد دركسون خصيصا مضعين الشيصان اللي يركبون بالون يرج مع الموتر. الشاص والربع والفتك. الشاص والربع والفتك بالضبط. صحيح. اي موتر دفرنس امامي؟ اي موتر دفرنس امامي للمواتر المذكوره. ممتاز. هذا بالنسبه للامام. وبالنسبه للخلف خلينا نوجه للخلف. طبعا احنا الشدود اللي صاحب الشدود اللي راعي حمل عالي مركبين له طبعا بالونات ايرباج مان شركه استراليه. نجي من وراء افضل. يلا بسم الله نطلع وراء. طبعا ركبنا له نفس المساعدات الاماميه. اي واضحه. الاسطوانه وركبنا له البالونات. وين البالونات؟ البالونات موجوده بس ما فيهم. حلو. هذه طبعا البالونات من نجيبها بمكان ثاني افضل. حلو. طبعا هي مشكلتها ما هي واضحه بحكم البالون. ايه. من داخل. تقول. طيب اسلم اخوي احمد. طبعا بالنسبه للي ورا ركبنا حاجتين اللي هي مساعدات 2.5 الاسطوانه والبالونات لاهل الشدود واهل الحمل العالي. طبعا هذه هي البالونات الاستراليه من شركه ايرباج مان. طبعا تركب بدون تخريم بدون تلحيم على قواعد البلد. وهذه المساعدات الخلفيه راكبه هنا. طبعا يفرق بالحمل والتحكم بالارتفاع. طبعا يمديك تحكم بالارتفاع اذا زادت معك الحموله، ويمديك تقللها اذا قلت معك الحموله، ويفرق معك بالراحه. وطبعا صناعه استراليه والمساعدات صناعه تايلنديه
والله يبارك للجميع. طبعا بعد شوي باذن الله انا اخ احمد ندخل المعرض، معرض صغير يتكلم عن المساعدات او يعرض المساعدات الموجوده، فبيوريني بعض المنتجات. بعد ما نخلص اشوف ايش صار على الفكسار. طبعا فكوا نظام الهيدروليك وكب زيت ليوم الزيت، لان خلاص استغنينا عن هذا النظام، لكن ممكن بعدين خلاص نرجع ونعبيه زيت، ما في مشكله مره ثانيه. طبعا الكب زيت من جميع الاتجاهات. طبعا هذا ياي ديزرت اللي بركبه على موت 3، ونشيل ياي حق النظام الهيدروليك. يا رجال تقول سيخ علاقة، شوفوه بالله ناظر ولا كان ياي. طبعا هذا الثاني، زي ما تشوفون اخوان الكرام نبي ناخذ كذا جولة على المعرض الصغير هذا الخاص بالمساعدات وأنظمة التعليق، والأخ أحمد من خلف الكاميرا مرة أخرى. أخوي أحمد عرفني على الأشياء اللي موجودة، ترى في أشياء كثير أنا ما أعرفها ما هي مساعدات، فبسم الله نبدأ. أول شيء هذه وش الخير، حياكم الله. مساك الله بالنعم. هذه بالنسبة طبعا الأكسسوارات هذه تسمى لكن هذه تتعلق بالمسامير التوازن حقت السيارة. هذه بالنسبة للأمامية والخلفية للسيارات التويوتا والسيارات النيسان. حلو. هذه مساعدات الدركسون للشاص والربع والفتك. حلو. وهذه عدة أنواع موجودة. ممتاز. والعواميد هذه الرياضية حقت الشيصان؟ حقت الفتك أفضل من حقت الوكالة، والجستبل رياضية قابل للتغيير للقطع الركب وزي كذا. هذه مساعدات. هذه المساعدات النوع العادي اللي قابل اللي هو زيت وغاز مقفل، غالبا ياخذ الاستعمال بسيط وبر خفيف جدا. هذا النوع الامامي والخلفي كل السيارات طبعا اللي هي اليابانيه. بالنسبه لمساعدات هذه 2 انش اللي تيجي قابله للصيانه، عمرها الافتراضي اكبر وقابله للتغيير من ناحيه النيتروجين، انك تقسي السياره وتلينها. حلو. كذلك ارتفاعات اللي ترفع فيها. وهذه وشو هذه؟ هذا النوع اللي يجي معه باسطوانه خارجيه. اللي هو نفس الجرم اللي هو 2 انش، بس انه يجي مع اسطوانه تكون في مرونه اعلى اللي بيراعي بر هادي ويبغى سيارها. نعم. وش فرقها عن اللي ركبتها انا سيارتي هذه؟ هذيك الاستعمال القوي اللي هي تجي 2.5 انش، الجرم حقها اكبر، تتحمل ضربات اكثر اللي هي تراكم على سيارتك. هذه لا، ضربات تتحمل بشكل كبير، ولكن للي يرغب النعومه اعلى هذيك تتحمل. انا ما ارغب النعومه، ما نرغب القساوه. لا هذيك مناسبه. اي ممتاز. هذه تتوفر للسيارات الامريكيه اليابانيه. فاهم عليك. عده سيارات، السيارات الفور باي فور. انا هذا اللي استغربته، انه كيف المساعد داخل الياي؟ صح شفت في سيارات بس سيارتي ما المساعد حقه مو بداخل الياي، برا. طبعا هذه زي اللاند كروزر من 2008 الى 2021. اي صح. كلها نفس النظام، انه يجي الياي مع المساعد، حتى الوكاله يجي الياي مع المساعد. فهذه تجي نظام مختلف، حتى الكراسي كذلك تجي معها نظام كت كامل، يسمى نظام الـ OEM من شركة بروفندر، هو يعتبر أعلى فئة موجودة عندهم. تجي معها اسطوانة خارجية تقسي وتلين وترفع السيارة، تبغاها وكالة أو تبغاها أرفع من كذا. وين كيف ترفعها؟ عن طريق السنة هذه. طبعًا هذه سيارتي ما فيها الخيار هذا طبعًا. هذه لأنها معتمدة على النظام القديم. بالضبط. الياي الحال والمساعد الحال. نظام اللي هي التورشن. أنا وين حقتي؟ المساعدات اللي راكب على الموتر نفس هذه، تجي بمساعد مع الاسطوانه غير الياي، الياي الامامي ما يجي له لان نظامه مختلف. بالضبط، لان انا شفت اليايات جايه تحت فوق الدفرانس على طول. هذه بالنسبه للخلفيه، الاماميه تجي هذا وشو؟ صحن كلتش. هذه الكلتشات الاستراليه، هذه متوفره عندنا للربع التويوتا والشاص كذلك والهيلوكس. اصحاب الهيلوكسات معروفين باستخدام القرعايدي. وهذه؟ هذه المقصات حقت بروفندر للاند كروزر القديم والجديد. حلو. هذا القديم وهذا الجديد. وش اسعارها تقريبا هذه؟ هذه سعرها 1950 شامل الضريبة. ممتاز. طبعا تجي تقريبا اسعارها نفس الوكالة، لكن هذه في عدة مميزات، اتساع المقص، الركبة تتحمل أكثر، قابلة للتغيير، الربلات دائما تتغير، هذه لا، هذه عمر الافتراضي أعلى. ممتاز. هذه بالنسبة للبالونات شركة اير باجمان الاسترالية. طبعا هذا البالون الازرق هذا يكون داخل الياي تعويض للارتفاع، وفي عدة خيارات لاغلب السيارات. وهذا البالون
خاص لبعض المواتر مثل الفتك واللاند كروزر والشاس، كل بالون خاص للسيارة. يعني لاند كروزر له بالون كذلك، أن اللي يميزها شركة كلها على الوكالة. ممتاز ممتاز، ما تلحم ولا تروح ولا في تلحم عندكم. إيه هذه خاصة للجمس السيارة والمواتر الأمريكية. هذه وشو؟ هذا بالنسبة للموتور الهواء، هذا غالبا يأخذون حقين التجهيز. إيه؟ مطور مع أصطانة ستيل، تجهيز هذا اللي معهم شدود، اللي معهم جموس يحطون شد، غالبا يأخذون هذا النوع المناسب، لأنه في عدة خيارات: تعبئة الكفر، تنفيخ البوالين والبوالين هذه البوالين يستخدمونه. إيه؟ كذلك. إيه حلو. هذا الاستخدام اليومي. هذا بالنسبة للاستخدام اليومي زي حق الوكالة، بس اللهم زي حق شركات اليوزون، بس إن اللهم مضخاتها أقوى، مضخاتها أقوى والاستعمال اليومي. ممتاز ممتاز. طيب انت هذه القطعه اللي ركبتها لي عمود، وش اسمها هذه؟ مسمار توازن. اي مسمار توازن رياضي، يجي اطول من الوكاله بحيث انه ينزل معك العمود وتكون مرونه السياره اعلى، وكذلك الركب. هذه البجيرو ولاغلب المواتر الموجوده اللي ركبناها نفس هذه، تكون اكبر من الوكاله، قابله للتشحيم. والربله هذه لو لا سمح الله انقطعت معك قابله للتغيير. اي هذه حقات الوانيتات، هذه الوانيتات اللي يحبون يرفعونها موجوده للهيلوكس والديتسن. طبعا البلكات الترفيع خاصه بالسيارات الامريكيه موجوده ما شاء الله تبارك. هذه تقريبا نبذه بسيطه. وعندكم حبال السحب موجوده الاستراليه، والموجود حق ديزرت 6 متر 9 متر في عده انواع، وهذا الياي ديزرت، وعندنا شركه دبنسون كذلك استراليه. انتم وكلاء للديزرت للبروفندر وديزرت ما شاء الله. ايه. ما شاء الله تبارك الرحمن. كذلك الايربد معنا. ممتاز ممتاز. وابشركم الله يعطيهم العافيه، اربع ما شاء الله اشخاص، او كم شخص اخوي احمد اشتغل السياره؟ تقريبا خمس اشخاص. خمس اشخاص عشان يخلصونه بهذا الوقت السريع، بالعاده تاخذ اربع خمس ساعات بالراحه، بالاضافه وش صلحنا احنا قدام ال طبعا ركبنا قدام اللي هي المساعدات 2.5 انش مع الركب العلويه حقت المقص عشان تزود معه بالترخيم. حلو. لان ترى اشتغلوا فيها تقريبا نص ساعه قاعدين يفكونها ويضبطونها. اي بالنسبه عدل الزيت وتنزيل الزيت الهيدروليك. كذلك من الخلف اللي ركبنا المساعدات واليايات ومسامير التوازن الخلفيه بسبب الارتفاع عشان يعتمرونها اكثر. ممتاز ممتاز. هذا هو طبعا تجهيز كامل باذن الله، ينزل نعدل نضبط رافعه من قدام، كذلك نخلص الشغل وتشوفون النتيجه النهائيه. الله يعطيك العافيه. يلا بسم الله نبدا الان، ينزلون السياره بسم الله. خلاص يا طيب عط نزلها. وما شاء الله جهاز الموتر بس باقي له وزن أذرع أمامية، بحكم أن السيارة ما شاء الله غيرنا الركبة العلوية الأمامية فيبغى لها وزن. ما شاء الله تبارك الرحمن جهاز الموتر لسه ما ركبته ولا سكته، فالنتيجة النهائية بعد الوزن أصلا. الحين صح بستمتع شوي، لكن بعد الوزن نعطيكم النتيجة النهائية. عموما ما خلصنا الفيديو، خلصنا المكان هنا. أرقام التواصل طبعا موجودة عندكم بالشاشة وأيضا موجودة تحت بالوصف. وبالنسبة للإخوان طبعا يسألون عن الفروع، الفروع الرئيسية بالرياض والزلفي، وبالنسبة لجميع أنحاء المملكة في موزعين، تواصلوا معهم عشان تأخذون معلومات أكثر. حاليا عند أحد مراكز الميزان، زي ما تلاحظون الكفرات قايلة كذا الأمامية عشان الركبة اللي ركبناها الركبة العلوية، فإن شاء الله اللي بنضبطها، لأن الصراحة في 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 خلل في القيادة. الحين صار يبي للموتر كبس، ما في مجال، الله يعين ويعوض. وزي ما تشوفون متابعيني الكرام، حاليا أنا عند مركز واكس لعنايتي بالسيارة. طبعا قبل لا نصوركم الوقفة النهائية، السيارة تحتاج إلى بعض التدليع، فإن شاء الله الحين بنغسلها ونضبطها وبعدين اصورها لكم. وهذا قسم التلميع بمركز واكس، طبعا مسوين عروض خاصه سعر السيارات الصغيره اللي بحجم اليارس والاكسنت والكوريلا ب 450 ريال للمتابعين، وايضا بالنسبه للسيارات اللي بحجم تشارجر، اكورد، كامري ب 550، والسيارات الكبيره الاس يو في طبعا حدود ال 650 ريال للتلميع الداخلي والخارجي.
وهذا بعض من المواد اللي استخدمها مركز واكس بالتلميع، جميعها أمريكية سواء الداخلية أو الخارجية، من 3M، جرينت تايز، ماذرز، ميغوايرز، جميع المواد أمريكية. وهذا قسم العوازل الحرارية من شركة واكس، طبعا يستخدمون سولار فري وعدة شركات أمريكية. السعر بعد الخصم 650 ألف ريال على كامل السيارة. وهذه أفلام الحماية الخارجية، طبعا متوفر عدة شركات 3M، هيكسز، أيضا عندهم الحق الحماية الزجاج الأمامي. عموما مقدمة السيارة تقريبا حدود 1150، مقدمة السيارة هو ربع الكبوت تقريبا، مع العوارض الجانبية والصدام والشمعات والمراية. وهذه أحد السيارات اللي يشتغلوا عليها ما شاء الله نانو سيراميك، عندهم خدمة النانو سيراميك. طبعا زي ما تشوفون هذه المقدمة اشتغل عليها رأيها المقدمة وتظليل العازل، وما شاء الله الأرضية بالكامل ما شاء الله تبارك الرحمن. وعلى فكرة السيارة هذه منجدة من مركز واكس ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا تنجيدهم، شد نفس الوكالة أو قلنا شبه وكالة ما شاء الله. بالإضافة لمركز واكس ما شاء الله عندهم أرضيات دايموند بعدة ألوان وأشكال، ولا ننسى التنجيد للمراتب سواء مخمل أو شامواه أو جلد. وحان الآن وقت الاستلام، ونوجه إلى الصالة ونصورها لكم بالكامل بإذن الله تعالى. والآن موجه إلى الصالة عشان أصور لكم السيارة بكامل جمالها الأنيق واللطيف والظريف بسم الله. وهذه هي الوقفة النهائية الموتري بعد مساعدات بروفندر الغاز والياات الخلفية من ديزرت. طبعا السيارة صار عليها بعض التعديلات طبعا برضو تحت، زي مسامير التوازن، أيضا الركبة العلوية غيرناها صارت ركب رياضية الأمامية، ونزلنا السيارة شوي من قدام نقدر نرفعها ونعدلها بنفس مركز التعليق الصحراوي اللي قدموا لي هذه الخدمة زي ما شفتوا أول الفيديو. طبعا الوقفة أنا اللي صراحة اللي نزلتها شوي من قدام، ولا المفروض أرفعه أو الناس تحبه مرفوع. إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نشوف التفاعل وردة فعلكم عن هذا الفيديو بالكامل. الحلقة القادمة بإذن الله تعالى بوريكم كيف كانت السيارة، كيف كانت وقفتها، وكيف صارت الحين ما شاء الله وقفتها الحين شوفونها بعد. على فكرة أنا لسه ما خلصت شغلي، لسه يبغى له بعض الأشياء، الشغل الخفيف، زي عندي بعض يعني مشكلة مع السنتر لوك حق السيارة، أمانة فيها مشكلة في السنتر لوك. أيضا عندي مشكلة في أزرار التكييف، فيها تهنيك، شغال مكيف الحمد لله ما في اي مشكلة، على وضع تمام بس ها مهنق. بس هذه الاشياء مثلا في ضعف في الدينامو اللي موجود حق قزاز السايق. على فكرة يعني المشاكل اللي ذكرت حق ضعف الدينامو كان موجود بالفكسار 99. طبعا يقول واحد اوه ليش اخذت قرتوماتيك، كان خليته كان اخذ قرايد. لا انا ما اخذ توماتيك عمدا، يعني انا مو دلاخة مني وما اخذ توماتيك، لا انا ما اخذ توماتيك عمدا لغاية بنفسي يعقوب. وهذه سيارتي من الخلف، طبعا رعيها اللي قبلي بنجد المراتب. انا صراحة يعني امانة لو ما كان منجدها كان انا نجدتها تنجيد الخاص اللون اللي ابغاه. الصف الخلفي شلته بالكامل، طبعا الصف الخلفي بحكم ان السيارة صارت شيبة فالكراسي الخلفية تكون تهالكت مساعداتها الاخر، فتسمع فيها صوت قرقعة، فقلنا نقصر الشر ونشيلها. اتمنى تكون عجبتكم الوقفة. هذه مساعدات البروفاندر زي ما تلاحظون، غاز هنا، العيار 8 عيارات، طبعا مستويات كثيرة وعالم كبير. ركبت المساعدات صراحة معنا سعرها تقريبا حدود 7000 ريال على الشغل اشتغلته، 7000 وشوي لأكلته كمساعدات، لكن أمانة قيمتها فيها، خاصة إذا تستخدم السيارة الاستخدام أو تستخدم مساعدات الاستخدام اللي هي مصنوعة له، فقيمتها فيها. أنا صراحة يوم رحت سألت في بعض الماركات ما راح أذكرها توصل إلى 12 ألف ريال و 14 ألف ريال بنفس الفكرة، فهي أفضل يعني تايلندية، وأنا أقول إنها من الأفضل خاصة على تجربتي القديمة مع الفكسار 99 اللي كان نفس الفكرة هذه، ذا كان أخضر زيتي هذا أزرق كحلي، سبحان الله والله أني شاري على أنه أسود.
والله ما درت انه كحلي الا يوم صوره لي اخوي سلمان قال لي الموتر كحلي. اتمنى يكون عجبكم الموتر، اتمنى يكون عجبتكم الوقفه، طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.